متري، احنا قصاد محاولة من المعارضة الإسرائيلية في تشكيل حكومة بديلة يتحدث عنها يعني بلد وغيره من المعارضين، قدام كمان جانتس وهو مقدم انذار بستة يونيو إلى نتنياهو، هل يمكن لهذا التحرك من قوى المعارضة لبيد وحلفائه جانتس وانذاره أن يشكل تغييرا قريبا عاجلا مهما في موقف الحكومة الإسرائيلية أو في الإطاحة بنتنياهو شخصيا؟ نتنياهو يستند إلى 64 عضو كنيسة في الائتلاف الحكومي من أصل 120. هذه هي النواة الصلبة الغالبية التي يعتمد عليها. فبالنسبة لنتنياهو وقد أعلن عن ذلك في أكثر من مرة أنه لن يتزحزح عن كرسي الحكم لغاية الانتخابات في موعدها، وطبعا يشارك اللي هو نوفمبر القادم ولا اللي هو امتى؟ اللي هو كمان عام عام ونصف تقريبا. ده الانتخابات الامريكيه لنوفمبر القادم. نوفمبر الانتخابات الامريكيه، هو يتحدث عن الانتخابات الاسرائيليه بحسب موقعها المبرمج له والمعد له، ويتشارك معه في ذلك الأعضاء العصابة المشاركة في الحكومة، وذلك لأن جميعهم يعلمون أن الانتخابات القادمة وبناء على جميع الاستطلاعات المتوفرة حاليا لن يحصلوا على نفس المكانة، بل أن بعضهم لن يتخطى نسبة الحسم ولن يكون عضوا حتى في البرلمان أي الكنيسة. هذا يجعلهم يدافعون عن مناصبهم بطريقة غير طبيعية حتى. ثم أن هذه أول مرة في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يكون ائتلاف فاشي عنصري يميني متطرف إلى هذه الدرجة وبكل وضوح، وربما لن تتكرر الفرصة لوجود مثل هذا الائتلاف أي من الناحية الأيديولوجية. يريدون أن ينتهزوا الفرصة، آخر قطرة ممكنة لتوسيع الاستيطان لتثبيت البرامج الداعمة طبعا للمتدينين لتمرير الأجندات. فشل معهم لغاية الآن موضوع القضاء والتغول على القضاء، الآن ربما بعد الحرب ما زال هناك شيء يمكن أن يتحدثون به، لأن الأجندات بالنسبة لهم من ناحية الأيديولوجية لم يتم تنفيذها.